السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل بعد انتهاء مهلة الثلاثة أيام وصول أول دفع الحجاج العالقين في السعودية إلى مدار صنعاء، وإلى التفاصيل. وصلت مساء اليوم الجمعة طائرة اليمنية التي تقل أولى الدفع من الحجاج العالقين في السعودية بعد أزمة حادة بين صنعاء والرياض انتهت باتفاق. وكانت ليلة البارحة ليلة حاسمة في حسم ملف اليمنية وإعادة فتح مطار صنعاء وتراجع الحكومة الموالية للتحالف عن قرارات إيقاف مبيعات التذاكر من مكاتب اليمنية ومكاتب السفر السياحية في صنعاء. وقال مصدر خاص للمسيرة إن إعادة الحجاج العالقين في السعودية جاء بعد تحذيرات القيادة من استمرار التلكؤ والتعنت للنظام السعودي. وأفاد مراسل المسيرة بوصول دائرة الحجاج اليمنيين العالقين في السعودية إلى مطار صنعاء الدولي. يشار إلى أن وصول الحجاج جاء قبل أن تنتهي المهلة التي أعلنها متحدث القوات المسلحة اليمنية في صنعاء العميد يحيى سريع، والتي حددها بثلاثة أيام بحيث تنتهي منتصف هذه الليلة. شفتوا كيف يعمل الصميل؟ هذا قبل ما يردهم، قبل ما تردهم السعودية. صنعاء هددت بأنها ستقوم بضرب السعودية إذا لم يتم إرجاع الحجاج العالقين هناك إلى مطار صنعاء، بينما السعودية قالت بأنها ستعيدهم إلى مطار عدن، لكن صنعاء رفضت وقالت ناب لا يرجعوا إلى مطار صنعاء، يعني المطار الذي ذهبوا منه يرجعوا إليه. وتم عمل المهلة التي حددها العميد يحيى سريع في منشور له قبل ثلاثة أيام تقريبا، وهذا كله بسبب القوة التي وصلت إليها اليمن. أصبحت السعودية عندنا ولا شيء، ولا شيء بقوة الله تعالى وتوفيقه ونصره وتمكينه لنا. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.